ببقى سعيدة جدا لما يكون في تحالف وطني أو يكون في مبادرات علشان تقدم يعني خير للناس، والعمل الأهلي التنموي ده بقى شيء مهم وبيفيد كتير جدا. أطلق التحالف الوطني الحقيقة للعمل الأهلي التنموي النهاردة، أطلق المرحلة الثالثة والعشرون من قوافل ستر وعافية. الاسم حلو جدا لأنه كلمة الستر والعافية كلام لطيف لأهالينا. ستر وعافية لأهالي قرية غرب طيرة وتوابعها بمركز الحمول بمحافظة كفر الشيخ، وده بمشاركة طبعا المشاركة كان فيها 19 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم الخدمات لأكثر من 30 ألف مستفيد ومشاركة أكثر من 3000 متطوع. بس أنت بتقدم ل 30 ألف وبيتطوع فيها 3000، ففي كده تبادل لطيف. وطبعا ده جاي أكيد للتوجيهات الخاصة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اللي بيدعم كل الفئات الأولى بالرعاية والأكثر كمان استحقاقا. وبتقدم الحقيقة القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين بتشمل الآتي: قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك أيضا بتساعد القافلة دي في تركيب أجهزة تعويضية، حملات كمان بتوعي الناس بكارت الخدمات المتكامل لذوي الهمم، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، وكمان بتقدم خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية. الحاجات دي مهمة جدا لأنه الناس بدل ما كانت بتتحرك وتروح حتى للمحافظات الأقرب، لكن لما بيلاقي كل المبادرات دي موجودة عنده قدامه بيطمن على نفسه، لو في حاجة يلحق نفسه يروح للدكتور يبقى في مستشفى. فقد إيه يعني هذه القوافل ستر وعافية بتقدر تستر الناس وتديهم العافية كمان وتبقى صحتهم أحسن. تتضمن القافلة أيضا حملة كمان، بصوا الاسم قد إيه كده كريم ولطيف، طرق الأبواب. طرق الأبواب ليه؟ لتوزيع مواد غذائية. المواد الغذائية متضمنة لحوم ووجبات ساخنة، وده طبعا ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف من مؤسسات التحالف، بجانب كمان بيقدموا كرنفال للأطفال، يعني زي ما بيعملوا يعني الخدمات كمان بيساعدوا الأطفال، بقى في كرنفال، مسرح للعرايس، وكمان بيبقى في معرض للملابس، فبيبقى الحقيقة حالة لطيفة جدا. كمان بيقدموا فصول وإعادة التنوير وترشيد الاستهلاك، يعني يكلموا الناس ويقولوا لهم ممكن يعملوا إيه. بيقدموا كمان توزيع شنط وأدوات مدرسية، وإحنا مقبلين على الفصل الدراسي الأول والمدارس بإذن الله. كل ده بتهتم به الحقيقة القافلة، وبتحاول إن هي تساعد الناس في التمكين الاقتصادي، وكمان بتقدم تمويل لبعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى. كل ده بتحاول إنها طول الوقت تبقى موجودة فيه. تعالوا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونعود ونستكمل باقي فقراتنا. اتفضلوا. خدمات لا تتوقف ومجهودات مستمرة مع قوافل ستر وعافية التي تبوب محافظات الجمهورية، قرية غرب تيرة بمركز الحمول بمحافظة كفر الشيخ كانت المحطة 23 للقافلة لتستهدف خدمة أكثر من 30 ألف مستفيد من أهالي القرية وتوابعها. ننتشر على مستوى القرية بشكل كبير، بنعمل فيها عدد كبير جدا من الخدمات. الخدمات دي زي المساعدات الغذائية والمساعدات النقدية والعينية، كمان بيكون معانا خدمات صحية زي ما احنا واقفين في الوحدة الصحية النهاردة. النهاردة بنشارك كان في مواد غذائية زي ما حضرتك شايف، طرق الأبواب، بنروح لأسرنا وأهالينا في كل مكان داخل المركز بتاع الحمول. بنشارك النهاردة بتوزيع كراتين، بملابس، ملابس مصنع، ملابس كرنفال الأطفال. موجودين بتوزيع كراتين غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا، وموجودين برضو في كرنفال للأطفال بنوزع هدايا على الأطفال، وفي قوافل صحية برضو.
القافلة الطبية كعادتها شملت العديد من التخصصات وفتحت أبوابها أمام الجميع بالمجان، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تعويضية. الناس كانت مستنية العمل ده فعلا، فالكل جي لحد الكافلة الطبية أنا اليوم، والكل كشف وهذا علاجه وكل أمور تمام يعني. ناس كشفوا علينا عظام وادونا علاجنا، وكشفنا عيون وادونا علاجنا، وناس زي العسل وناس زي السكر وناس على دماغنا من فوق بيقدموا كل حاجة. يعني أنا حللت وكشفت على عيني وخدت علاج وعملت نظارة كمان. كشفنا سكر وعيون والآن عنده عملية يعملوها، وكشفنا عظام وخد علاج. قالوا لي في لجنة هنا تبع الأيتام، فجبته عشان أعمل له أجيب له كرسي وأجيب له عربية تبع العاجز. كما شملت القافلة حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية. النهاردة قدرنا نفيد عدد كبير من السيدات موجودين تحديدا في الحمول في غرب تيرة في كفر الشيخ، مهتمين كمان كمؤسسة بهية ان احنا نوصل لأكبر عدد من السيدات على مستوى كل المحافظات علشان نوصل لهم التوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي. ركن من الأركان الأساسية لأنشطة التحالف الوطني والخاص بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، بجانب المساهمة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات. هدفنا النهاردة نتلقى طلبات جديدة، حالات في النهاردة جزء كان نقدم عندنا بالفعل هيتم فك كربه النهاردة وسداد المدنية بتاعته وإنهاء القضايا اللي عليه. في كمان النهاردة فقرة وعي، هنوعي الناس ضد إيصال الأمانة وخطورة إيصال الأمانة وفكرة التوقيع عامة أو البصمة على أي وجه. أنا عليا فلوس ومد بتاع الخير هيدفعها لي، والله يصلح حاله يا رب في شر المرض. واشكر كل واحد بيساعد اي واحد غلبان، ربنا يجزيهم خير يا رب ويكون خير على دوم ان شاء الله. تضمنت القافله ايضا توزيع مواد غذائيه ولحوم ووجبات ساخنه ضمن مبادره خيرك سابق للتحالف، بجانب اقامه كرنفال للاطفال وانشطه ترفيهيه. حاجة جميلة بصراحة النهاردة، والأضواء جميلة بصراحة، والألعاب جميلة تحفة. الأجواء كانت حلوة جدا، وإحنا حبينا الحفلة وعايزين حفلات كتير، وشكرا للتحالف الوطني وعايزين يعمل لنا كمان حفلات زي ديت وتبقى جميلة بالشكل ده. أنا بشكركم من كل قلبي، شكرا للحفلة الجميلة المتاحة ديت، وشكرا للتحالف الوطني. هنا كان معرض الملابس والذي احتوى على أكثر من 9000 قطعة ملابس بأسعار مخفضة تناسب جميع الأعمار. معرض النهاردة هدفه أنه هو يوصل هدوم بأسعار رمزية للأسر، كل أنواع الهدوم رجالي حريمي أطفال كل حاجة بأسعار رمزية جدا. كنت بجيب لبس والله ألبسه، ما عليش لبس خالص. يعرف شكر، يعرف شكر على اللي انت عملته. حاجة كويسة بصراحة، وهدوم كويسة وكشف كويس وعلاج كويس وكل حاجة كويسة. بمشاركة 19 كيانا من كيانات التحالف الوطني عبر أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي، تم تنفيذ قافلة ستر وعافية والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.